بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما عودناكم كل يوم حد وأربع بنكون معاكم من الساعة 8 للساعة 9:30 عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. الحقيقة قبل ما نروح للحلقة ومحتواها وعندنا إيه النهاردة معاكم، لازم نبارك لجمهور النادي الأهلي العظيم، نبارك لشعب مصر كله فوز النادي الأهلي امبارح على الوداد 2-0. الحقيقة اللي سعدنا جدا مش بس النتيجة، اللي سعدنا واللي أسعدنا كلنا شكل وأداء الفرقة، شخصية البطل اللي ظهر بيها النادي الأهلي سواء في الدفاع أو الهجوم، تماسك الفرقة منذ البداية للنهاية. حتى شفنا بعد ضربة الجزاء اللي اتحسبت واللي كل الدنيا شككت فيها، الحقيقة شفنا تماسك غير طبيعي. الشناوي شد الكورة، ياسر إبراهيم دخل على الكورة الحقيقة بمنتهى القوة، كان معرض للإصابة ولكن دخل بقوة جديدة على الكرة عشان محدش يكمل الكرة وتتحط هدف فينا. روح عالية جدا زي ما قلنا في الانترو اللي فات مع الأبطال، قلنا إنكار الذات والروح هتعوض أي نقص فني موجود، أي 11 لعيب يقدروا يأدوا، ولكن الروح والأداء وإنكار الذات والهدف اللي احنا عندنا، الحلم الكبير أفريقيا اللي غايبة عنا بقى لها حبة، ولكن الروح امبارح شجعتنا جدا. الحقيقة كلنا نايمين مبسوطين، نايمين يمكن في وقت متأخر بالليل من كتر السعادة والفرح، مش بس بالمكسب زي ما أقول لحضراتكم بالأداء، ولكن حتى الآن ما تأهلناش. التأهل بعد ما تنتهي 90 دقيقة هنا في القاهرة إن شاء الله. أنا متأكد إن اللعيبة فاهمة الكلام ده كويس، لأن اللعيبة لعيبة بطولة، لعيبة النادي الأهلي بيتعلموا ده جوه النادي الأهلي. أنا عارف كويس ان النادي الاهلي فاهم كده ولعبته، وشفنا كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح بعد المباراه بيقول احنا لسه ما تاهلناش ومفيش مبالغه في الفرحه، حتى ان شاء الله نتاهل للنهائي وناخد البطوله وبعد كده نفرح زي ما احنا عايزين. الحقيقه بطوله كل ما بتقرب كل ما احنا يعني زي ما بيقولوا بنتشوق اكتر. يا رب يا رب يكرمنا بيها، ويا رب ان شاء الله نسعد جماهير النادي الاهلي ونسعد ايضا طبعا كل محبينه على مستوى العالم ان شاء الله بهذه البطوله اللي غابت عنا يعني شويه. الحقيقة كان لازم احنا في الاول والاخر احنا يعني مشجعين، احنا في الاول والاخر بنحب النادي الاهلي وفي الاول والاخر احنا في صف المشجعين، فكان لازم نقول الكلام ده في بداية الحلقة. خلينا نروح لحلقتنا. حلقتنا منقسمة لجزئين زي ما عودناكم. الجزء الاول هيكون الاخبار وتقارير، مجموعة من الاخبار والتقارير المهمة اللي تهم جمهور النادي الاهلي وايضا جماهير الرياضة المصرية، والنص الثاني هيكون معانا طبعا لاعبة منتخب تونس الدولية لكرة اليد، احد افضل اللاعبات في تونس سندس حشانة، اللاعبه اللي تعاقد مع النادي الاهلي منذ ايام بتلعب سنتر هاف، لاعبه مميزه جدا جالها عروض كتير من اوروبا وفضلت عقد النادي الاهلي وانضمت للفريق ولعبت معاه ماتشات، هتكون ضيفتنا عشان نقرب منها اكتر ونعرف بيها لجمهور النادي الاهلي. خلينا نرجع لاخبارنا. يمكن اول خبر زي ما عودناكم او اخبارنا دايما هتكون في الاول هي كره اليد. كل ما نقرب من كاس العالم كل ما النشاط هيزيد، كل ما الاخبار هتزيد لغايه ما ربنا يكرم ان شاء الله ويطلع كاس العالم من كره اليد في يناير بشكل يليق باسم مصر. الأهلي طبعا فاز في كرة اليد على أصحاب الجياد، والحمد لله كل المباريات فزنا فيها في مجموعتنا. فزنا على المعادي، الشمس، بورسعيد، سبورتنج وأصحاب الجياد. الماتشين اللي فاتوا كان سبورتنج وأصحاب الجياد اتلعبوا في اسكندرية يوم الثلاث ويوم الخميس والجمعة اللي فاتوا، وكسبنا الحمد لله، وكده احنا متصدرين المجموعة بتاعتنا حتى الآن. خلينا أقول لكم إن الدوري هيقف طبعا عشان اللعيبة راح المنتخب، ولكن عندنا مشكلة ان احنا نرجع من التوقف المنتخب على ماتشين مهمين جدا. هيبقى عندنا يوم 12 و13 ماتش طلائع الجيش، 12-11 و13-11 طلائع الجيش والزمالك، ماتشين من الموسم الماضي. الماتشات اللي احنا كسبناها دي كسبناها في الموسم الحالي، انما الماتشين اللي هنرجع عليهم اللي هم طلائع الجيش والزمالك هم الماتشين استكمال الموسم اللي فات، والماتشين ما عندناش اي حسابات تانية، لازم الفوز ان شاء الله. كلنا ثقه في فريق كره اليد بقياده الكابتن طبعا طارق محروس. اخر صفقات كره اليد، يمكن عمر سامي انضم قادما من طلائع الجيش للفريق الاول لكره اليد. يمكن عمر سامي من احد افضل، دي طبعا صور لمراسم توقيع العقود، طبعا جاي من طلائع الجيش. عندك عمر من اللعيبه الكويسين جدا اللي لعبوا طبعا مع منتخب الشباب وحقق البرونزيه في اسبانيا في الصيف اللي فات. عايز اقول لكم ان عمر يعني رغبته الشديده للانتقال للنادي الاهلي هي اللي حسمت القصه. يمكن عمر قبل بطوله الدوري ما تبتدي، لانه لو لعب مع طلائع الجيش كان ممكن ما يقدرش ينتقل، كتب رغبه لنادي طلائع الجيش المحترم ان هو عايز ينضم للنادي الاهلي، وبدات التفاوضات ورغبه اللاعب حسمت بشكل كبير انتقاله. احنا مقدرين ده يا عمر وفرحانين بيك، واحنا عمرنا يعني
ما بننسى ده لعبتنا. والحقيقه طبعا بعد الصفقه دي كان لازم طبعا يكون معانا الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول. ازيك كابتن طارق؟ اهلا وسهلا. ازيك يا عم هيثم؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وحشني جدا، وربنا يعينك في القادم باذن الله. يا رب يا رب، دعواتكم باذن الله ربنا يوفقنا. كابتن، يمكن لعبت مبارياتك في المجموعه، خلاص الدوري ان شاء الله هيقف، عن المنتخب هيتجمع، العوده ماتشين قويين جدا، شايف فتره التوقف هتعمل ايه يا كابتن؟ والله فتره التوقف بالنسبه لنا هتبقى صعبه، لان اغلب اللعيبه، انا عندي حوالي 10 دلوقتي راح المنتخب، والقائمه عندنا 18، في 2 اصابات لسه قدامهم حوالي 10 ايام كمان عشان يرجعوا. فانت بتمرن حوالي 6 لعيبه او 5 لعيبه، وطبعا في الالعاب الجماعيه الكلام ده ما بيأديش للنتيجه اللي انت عايزها، لكن هنشتغل طبعا زي ما اتعودنا، نشتغل على اللي موجود معانا، ونوظف اللعيبه اللي موجوده معانا على الشغل اللي احنا عايزينه، بجانب طبعا بنحاول ان احنا نقرا الفرق اللي هنلعبها عشان نجهز لها الشغل بتاعها، بحيث اللعيبه لما ترجع من المنتخب نقدر في خلال الفتره الوجيزه اللي هيوصلوا فيها، خصوصا ان هم هيكونوا قبل الماتشات دي بحوالي 3 ايام بس، يعني فتره هتبقى قليله ان انا اجمع اللعيبه، لكن ربنا يقدرنا باذن الله ونقدر نلم الموضوع ونعمل حاجه باذن الله في الماتشين دول ان شاء الله. كابتن طارق، طب قول لي الاصابات، يعني حضرتك كنت بتعاني الفتره اللي فاتت ماتش سبورتنج واصحاب الجهاد، كان عندك غيابات كتير بسبب الاصابات، طمنا على الاصابات عندك، اخبارها ايه؟ والله الاصابات اللي عندنا طبعا اسلام كابتن الفرقه وصانع الالعاب والعالم للفريق داخل الملعب، لان هو اللي بينقل كل التعليمات اللي انا بديها للعيبه، خاصه في العمل الهجومي، كان تاثيره مهم جدا في الماتشات دي فعلا. عندي ممدوح طه، عندنا راضي، عندنا بقى ثلاثه كانوا بيلعبوا، لان احنا ما نقدرش يعني كانت هتبقى قايمه اثناء المباراه ناقصه، فلعبناهم طبعا بعلاج مكثف بحاجات كتير عملناها، وما كانوش بيلعبوا، حتى الدكاتره طلبت عدد معين من الوقت اللعيبه دي تلعب، زي نعمان، زي احمد هشام تيسا، زي محسن، المجموعه دي كلها كانت بتلعب وهي واخده تعليمات من الدكتور، عدد معين من الوقت داخل الملعب وبمجهود معين، ما يبذلش اقصى مجهود عنده، لان الاصابه كده ممكن تتفاقم، ولكن الحمد لله اللعيبه اللي موجوده ادت ما عليها، وقدرنا ان احنا نعدي الماتشين دول، كانوا ماتشين مهمين جدا. حضرتك عارف ان فرقه سبورتنج من الفرق اللي هي دايما بتنافس على البطولات، فرقه قويه، فرقه فيها عناصر مميزه جدا، خصوصا بعد ما انضم لهم محمد ياسين وسيد حارس المرمى الاهلي السابق واحمد عبد الرحمن لاعب الدار الاهلي السابق، فبقت فرقه قويه جدا. فكنا يعني ركزنا على المباراه رغم وجود الاصابات، وربنا اكرمنا الحمد لله، واكرمنا في ماتش الجياد، ورجعنا من هناك 6 بونت الحمد لله. طب كابتن طارق، يمكن عايز حضرتك سؤال، احنا اكتر فرقه من الفرق اللي بتنافس سواء الاهلي او طلائع الجيش او الزمالك، هل احنا اكتر فرقه عدد من اللاعبين انضموا للمنتخب؟ يعني انا قصدي اقول ان احنا منضم من عندنا 10، احنا نعتبر بتهيألي بالرقم ده احنا اكتر فرقه يعني بتاخد منها لعيبه للمنتخب، الكلام ده صح؟ بص، بس هو تقريبا احنا والزمالك متساويين زي بعض، يعني احنا زي لعيبه نادي الزمالك بالظبط، لكن هي المشكله اللي عندي اللي انا بقابلها وقلتها قبل كده وبقولها تاني وبنحاول نحلها باذن الله وربنا يقدرني ان انا اقدر احلها، هي مشكله انسجام الفريق. انت حضرتك، احنا الحمد لله طبعا بفضل مجهود مجلس الاداره قدرنا نضم 6 لعيبه، صحيح، 6 لعيبه من قوام الفريق، يعني انت عندك 35% من قوام الفريق تجديد، اول مره يلعبوا في النادي تجديد، في تجديد 35%. فمحتاجين تجانس، ده لازم ياخد وقته، وعشان تعمل تجانس لازم اللعيبه تتعايش مع بعض كتير، لازم الفكر يقرب من بعض كتير، فاللعيبه يعني عكس مثلا لعيبه نادي الزمالك، لعيبه الزمالك تقريبا يعني الاضافات اللي عندهم هم 2 بكار وخالد وليد، انما بقيه اللعيبه القوام موجودين من الاعوام السابقه. انما دلوقتي انا عندي 6 لعيبه، 6 دول لازم يخشوا على المجموعه اللي موجوده، وبالتالي انت مدرب جديد، فكر جديد، بلعيبه جديده، بعناصر محتاجه اندماج، فطبعا عدم وجود فتره طويله مع بعض بيأثر كتير في العمل داخل الملعب، لكن الحمد لله احنا بنشتغل بمنهجيه علميه، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى،
يمكن من ضمن الحاجات اللي انا مبسوط منها جدا، يمكن في واحد محترم مدرب محترم كبير من مدربين اولاد النادي كلمني بعد ماتش سبورتنج وقال لي جمله انا شخصيا سعدت بيها جدا. قال لي انا من فتره طويله لم ارى لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا هذه الروح. اللعيبه فعلا كانت بتقاتل في الملعب. الاحصائيات اللي عندي بتقول اي منافسه على الكوره اثناء المباراه انا واخدها بنسبه 90%. يعني اي منافسه ما بيني وبين اللعيب في صراع على الكوره لعيبتي بتقاتل عشان تاخدها. العمل ده ما كانش موجود قبل كده. ده الحمد لله احنا اشتغلنا عليه روح الفنيله الحمراء زي ما حضرتك قلت في بدايه كلامك. الناس مبسوطه من اداء الرجولي للعيبه الكوره في ماتش امبارح. صحيح يعني انت لازم في العمل الجماعي الروح والرجوله داخل الملعب بيبقى ليها عنصر مهم، والحمد لله احنا قدرنا ندخل الكلام ده في الاولاد، نرجع روح الفنيله الحمراء لعبوا بشكل جيد. عندنا كمان حاجه الحمد لله طلعنا منها بمكسب السفريه اللي فاتت او الفتره اللي فاتت كلها، هي ان انا الحمد لله انا بلعب في فرقه سبورتنج، فرقه كبيره وفرقه عريقه وفرقه يعني من الاسماء الثقيله على ملعبها وسط جمهورها، وكل الناس عارفه اي فرقه بتروح تلعب سبورتنج على ملعبها بتبقى العمليه صعبه جدا. هم على ملعبهم بيبقوا عندهم شراسه صحيح للمكسب غير طبيعيه، ومع ذلك نقطه فنيه بحته ما يحسش بيها الا الناس الفنيين، الناس اللي فعلا بتبص الفرقه دي رايحه فين. ان فرقه سبورتنج جابت 17 هدف بس طول المباراه. الدفاع جيد يا كابتن، ودي حقيقه، ما هو الروح بتبان في الدفاع يا كابتن. طب كابتن يعني يعني برضو عايز اسال حضرتك فرصه حضرتك معايا، بطوله افريقيا اخبارها ايه؟ هتتلعب ولا لا؟ لا اتلغت خلاص. اتلغت خلاص ده اكيد، ده اخر كلام. من ما فيش العدد ما كملش فالبطوله اتلغت، ومش اتلغت اجلت لشهر 4. شهر 4 ان شاء الله. كل التوفيق كابتن طارق محروس طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره اليد الرجال، كل التوفيق لحضرتك وللرجال، ونتمنى ان شاء الله حصد البطولات، واحنا كلنا ثقه في حضرتك وفي اللاعبين ايضا. طيب يعني ده كان مداخله مهمه مع كابتن طارق محروس، يمكن طمنا على الفرقه زي ما قلت لحضراتكم. كره اليد عندهم طبعا تجديد واحلال، 35% من قوام الفريق ده رقم كبير، محتاجين وقت. ان شاء الله كلنا ثقه ان هم يقدروا بعد العوده يكونوا في حاله بدنيه، وزي ما قلنا زي ما قال الكابتن برضو الروح بتعوض النقص الفني او نقص التجانس، وكابتن طارق محروس بيلعب الحته دي، وان شاء الله روح الفنيله الحمراء تحسم امور كتير جدا. طيب نروح لسيدات كره اليد. طبعا اكتسح الفريق الاول هلوليدو بنتيجه 34-10، نتيجه كبيره، والمباراه اقيمت على صاله نادي هلوليدو. الاهلي كان كسب كل الجولات اللي فاتت، كسب نادي منوف، نادي حلوان العام، وكسب شامبيون الرحاب. طبعا زي ما عارفين الدوري 16 فريق، هياخدوا اول اربع فرق منهم عشان يعملوا بعد كده دوري السوبر، 16 فرقه دوري الدوري، وبعد كده اول اربع فرق. عندنا طبعا يوم الجمعه الجايه ماتش مهم مع نادي 6 اكتوبر ان شاء الله. طيب دي كانت اخبار كره اليد، خلينا اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني، عندنا مجموعه من الاخبار المهمه، تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نروح لاخبار كره السله رجال. الحقيقه قبل ما يعني نقول اخبار الفريق، احب في البدايه طبعا انعي وفاه الدكتور علي عبد مجيد، طبعا احد رموز كره السله في مصر وعميد كليه التربيه الرياضيه السابق، لوفاته المنيه منذ يومين تقريبا. دكتور علي عبد مجيد كان من الشخصيات المحترمه جدا، واللي يعني خرج لعيبه كتير على المستوى طبعا الفني في كره السله، وفي على المستوى الاكاديمي تتلمذ على ايده عدد كبير من دكاتره كليه التربيه الرياضيه. طبعا ربنا يرحم الدكتور علي عبد مجيد ويسكنه فسيح جناته، وطبعا ربنا يلهم اسرته الصبر والسلوان. نروح لاخبار طبعا فريق كره الاول كره السله الفريق الاول رجال، الحقيقه اللي طبعا احتل صداره مجموعته في ترتيب دوري المرتبط، يمكن كان معانا الزهور وطنطا وطلاع الجيش، فزنا في الدورتين المجمعتين. الدوره الاولى كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل في الجزيره، وفزنا في 3 مباريات سواء كبار او مرتبط، ونفس الكلام في الدوره المجمعه الثانيه اللي كانت في طنطا، فزنا كبار وصغيرين. والحقيقه هنعرض لكم صور دلوقتي فيها ترتيب كمان الفرق او المجموعات كلها على الشاشه من موقع الاتحاد المصري لكره السله. طبعا دوري المرتبط ابتدى على طول، طبعا دي المجموعات، دوري طبعا النادي الاهلي زي ما شايفين بيتصدر
مجموعته، الاتحاد بيتصدر المجموعة بتاعته. طبعا زي ما احنا شايفين انه الدوري ابتدى بسرعه، لان الاوف سيزون اعتبر او فتره الراحه اعتبروها او كل الاتحادات اعتبرتها فتره كورونا، فالموسم اللي فات خلص، الموسم الثاني لحم وراه على طول، فشايفين دوري المرتبط يعني يمكن خلاص بيقرب للادوار النهائيه. وبكره فريق كره السله رجال برضو بيقابل نادي جزيره الورد في ثمن نهائي دوري المرتبط رجال كره السله. طبعا تصدرنا المجموعه هنروح نقابل جزيره الورد، هيبقى عندنا طبعا الماتش الاول بكره في صاله الامير عبد الله الفيصل، الماتش الثاني هنروح نلعب في طبعا القريه الاولمبيه في المنصوره يوم السبت باذن الله. طبعا ان شاء الله ربنا يكرم الفريق ويتاهل. وعايز اقول لكم ان فريق جزيره الورد ده من الفرق الصاعده من الدرجه الثانيه، كان لسه صاعد، دي اول موسم ليه، والحقيقه عامل طفره كبيره نادي جزيره الورد في النشاط الرياضي. ان شاء الله تبقى مباراه جيده باذن الله على صاله الامير عبد الله الفيصل بكره باذن الله. نروح لكره الطائره رجال، الاهلي قرر عدم تسجيل محمد عبد المنعم لاسباب فنيه. يمكن طبعا انتوا عارفين ان كابتن محمد مصالح ميدو قرر انه ما قدرش يسجل محمد عبد المنعم في الموسم الجديد 2021 طبعا لاسباب فنيه. القرار ده جه عشان الجهاز يسيب للاعب او يسيب اللاعب يكمل مشواره في نادي تاني، خصوصا ان منعم ما كانش بيلعب الفتره الاخيره بشكل منتظم. طبعا منعم احنا بنتمنى كل التوفيق، انت كنت اديت باخلاص واديت برجوله، وكنت طبعا احد اللاعبين اللي شاركوا في الحصول على ثلاثيه افريقيا ودوري وكاس. بنشكرك ونتمنى لك كل التوفيق كبرنامج الابطال في حياتك القادمه في الكرة الطائرة. نروح أيضا لكرة الطائرة سيدات ولكن للناشئات. تهاني توسن طبعا النجمة الأسطورية للنادي الأهلي اللي طبعا على مدار تاريخ الكرة الطائرة سيدات، يمكن تهاني توسن تحتل أو تتربع عرش التاريخ كله، يمكن طبعا تولت مسؤولية قطاع الناشئات. هي طبعا بتشتغل بكل قوة عشان تقدر تضع أجيال جديدة تدافع عن اسم النادي في كل المجالات سواء محليا وأيضا عالميا. عايز اقول لكم ان تهاني حطت خطه لتطوير قطاع الناشئات، وطبعا كاميرا الابطال قبل الكابتن تهاني توسن وسجلنا معاها التقرير ده عن خطتها اللي حطها لتطوير قطاع الناشئات. نشوف التقرير وجه لحضرتك. بنحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه للنادي، لان طبعا انا رجعت النادي بعد فتره طويله، فخطتنا اللي جايه ان احنا بننتقي اللاعبات من الفرق المختلفه، في فرق 8 سنين و10 سنين و12 سنه و14 سنه و16 سنه و18 سنه، مجهود كبير، لكن احنا بنحاول ننتقي افضل العناصر عشان تبقى نوال الفرقه كويسه، تحافظ على مستوى الفريق الاول في المستقبل يعني، لان طبعا احنا نادي الاهلي سياستنا اجيال بتسلم اجيال وكده يعني. احنا طبعا بنمتلك خامات كتيره كويسه، وبنحاول ان احنا ننتقي بعض الخامات اللي نلاقيها بره النادي، لان طبعا احنا عندنا نسب معينه في الاعضاء وغير الاعضاء بالنسبه للفرق الصغيره، لكن لما بنوصل لمستوى اعلى بنحاول ان احنا نعلي من مستوى اللاعبات بحيث ان احنا نقضي على هذه الفجوه اللي بتبقى موجوده، عشان الاطوال والفرق المنافسه طبعا بيبقى قدامنا منافسه قويه من الفرق الثانيه، فاحنا بنحاول ندعم الفرق الكبيره شويه على اساس ان احنا بنعمل قاعده من ابناء النادي واعضاء النادي، لكن بندعمها ببعض اللاعبات الخارجيه يعني. واحنا الاهلي الحمد لله بطل البطولات في المراحل المختلفة يعني، مش جديد ان احنا نكسب البطولات، لكن احنا جديد ان احنا هنحاول نعمل بقى لاعبات مميزات يعني، هو ده جديد. بتمنى منهم كلهم ان هم يخلصوا في العمل ويلتزموا وينظموا حياتهم، عشان النظام بيعمل لعيب كويس وبيؤدي في النهاية الانجاز، فالانجاز ده اللعيب بيحس بيه في النهاية. وطبعا كل لعيبة لازم يبقى عندها امل او هدف من الفرقة اللي هي الدرجة الاولى عندنا ابطال افريقيا، فلازم كل لعيبة صغيرة عندها هدف انها توصل ليهم في المراحل الجايه، وطبعا احنا بنساعدهم، فانا نفسي ان كل الفرقه يبقى ده املها ان يبقوا احسن لاعبين في افريقيا يعني. الحقيقه تهاني توسن احنا سعداء جدا بعودتها للنادي الاهلي. تهاني توسن كانت اسطوره كبيره، وكلنا ثقه ان تهاني توسن ان شاء الله هتطلع لنا اساطير كبيره في كره اليد او كره الطائره سيدات اسف، لأن الحقيقة هي عندها خبرات كبيرة جدا، ونتمنى نشوف تهاني توسن تاني ومنى عبد الكريم ونشوف الأسامي الكبيرة دي تطلع من تحت إيدك إن شاء الله تهاني بإذن الله. طيب نروح لألعاب المضرب. فاكرين لما اتكلمنا عن ميار واتكلمنا ميار الشريف واتكلمنا على صفوت، وكنا أول برنامج رياضي الحقيقة نتناول إن اللعيبة دي طالعة إن شاء الله بقوة الصاروخ، وتابعوهم والحقيقة حققوا إنجازات كبيرة، كان آخرها رولان جاروس الأخيرة بطولة رولان جاروس.
احنا بنقول لكم في اسم في الاسكواش، الفرعون المصري القادم مصطفى عسل، خليكم فاكرين الاسم ده وتذكروه جيدا. مصطفى عسل ابن النادي الاهلي احتل المركز الثالث في بطوله مصر الدوليه للسكواش. مصطفى عنده 20 سنه ما كملهاش. الحقيقه انه مصطفى ابهر العالم بادائه، وحتى خسر من علي فرج بنتيجه 3-1 على ما اتذكر، وكان ند قوي. صح مظبوط، وكان ند قوي خلال المباراه. خليكم فاكرين الاسم ده، مصطفى عسل. وقبل ما هو يكون طبعا نجم كبير ونجم عالم، مصطفى عسل اهلاوي يعني حتى النخاع زي ما بيقول. تذكروا الاسم ده جيدا، بنتمنى لك كل التوفيق يا مصطفى باذن الله فيما هو قادم. طبعا نروح لكره اليد، خبر كده يعني على هامش الاخبار. طبعا انتوا عارفين محمد سند نجم منتخب مصر في كره اليد ولاعب نيم الفرنسي اصيب بفيروس كورونا. الحقيقه واعلن سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، ده سند طبعا الانستجرام، انه اصيب بالفيروس. وطبعا هو كان فاز في نهايه الدوري الفرنسي الموسم اللي فات بجائزه افضل جناح ايمن في الدوري، وده نظرا للاداء الهايل اللي بيقدمه سند في الفتره الاخيره. محمد سند كان اتنقل لنيم الفرنسي اواخر 2011 وبعد رحله احتراف كبيره. سند الحقيقه نتمنى لك كل الشفاء العاجل، وربنا يسلم كل لاعبتنا سواء داخل مصر او خارج مصر المحترفين باوروبا. نرجع للسكواش تاني، نور الشربيني وعلي فرج توج ببطولة مصر الدولية للسكواش. طبعا انتوا عارفين نور الشربيني وعلي فرج مصنفين من الخمسة الأوائل. طبعا يعني نمسك الخشب، كان نهائي خالص مصري في السيدات ونهائي مصري خالص في الرجال. طبعا نمسك الخشب ويا رب نحافظ على كده. وكان البطولة دي اتلعبت تحت سفح الأهرامات، أبهرت العالم تنظيما. عايز أقول لكم إن البطولة دي مجموع جوائزها 540 ألف دولار. الحقيقة السكواش يعني من الرياضات اللي ماشيه بخطى كبيره، ويمكن الدوله كان ليها دور كبير برضو ان هي بتعمل او اقامت مشروع الموهوبين في الاسكواش اللي طبعا بيشرف عليه الكابتن الكبير طبعا امير وجيه، وفيه تقريبا حوالي 5-6 آلاف ناشئ. والحقيقه هذا المشروع ايضا اتجه لكل المحافظات عشان يكتشف مزيد من اللاعبين. ومع ذلك الحمد لله احنا بنتصدر العالم كله في الاسكواش. الف مليون مبروك لنور الشربيني وعلي فرج الفوز بالبطوله. اتحاد الجمباز الحقيقه الفتره اللي فاتت شهد نشاط كبير. طبعا الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد، الحقيقه دايما في اخبار جديده جايه لنا من جمباز، وده يدل على نشاط كبير بيقوم باتحاد الجمباز. اعلن انه هينظم بطوله الفراعنه الدوليه في شهر 2 اللي جاي باذن الله في مصر. طبعا البطوله هتتلعب في مجمع الصالات باستاد القاهره، واكد رئيس الاتحاد ان البطوله من المفروض انها تشارك فيها عدد كبير من اللاعبين والدول زي ما حصل السنه اللي فاتت، والسنه اللي فاتت بالمناسبه اتعملت في الغردقه. كل التوفيق طبعا لاتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين. الحقيقه كده تكون انتهت اخبارنا، الاخبار طبعا اخبار النادي الاهلي والمحليه والعالميه. نطلع لفاصل عشان نستقبل فيها ضيفتنا سندس حشانه لاعبه النادي الاهلي المحترفه لكره اليد اللي انضمت حديثا قادمه من الافريقي التونسي فابكو معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفتي الكابتن الكبير طبعا سندس حشانه نجمه منتخب تونس ولاعبه الفريق الاول لكره اليد سيدات واللي انضمت مؤخرا للفريق. اهلا بك. اهلا بك وشكرا على الاستضافه، بارك الله فيكم. نورتي مصر ونورتي النادي الاهلي ونورتي قناه النادي الاهلي. بوجودكم شكرا. طب بقول لك يا سندس، احنا عاملين كده يعني في او بنعرف جمهور النادي الاهلي بيكي اكتر، خلينا نشوف الفي او ونرجع لبعض. طيب اعزائي المشاهدين هنشوف في او مع بعض عدناه مخصوص، او فريق البرنامج عده مخصوص سندس نتعرف عليها اكتر، نشوف التقرير او الفي او وارجع لحضراتكم. النادي الاهلي الامبراطوريه الكرويه التي لا تغيب عنها البطولات، فهو النادي القادر دائما على اتخاذ القرارات التاريخيه لاعاده بناء الفرق الرياضيه لاستعاده مجدها الرياضي. وعادة ما تأتي تلك الخطوات من تونس الخضراء، حتى أضحى الأهلي قبلة نسور قرطاج للتحليق في سماء القاهرة بألوان وشعار الشياطين الحمر، وذلك بعد تعاقد هو الأول من نوعه في تاريخ قطاع كرة اليد في مصر والقلعة الحمراء مع اللاعبة التونسية سندس حشانة لاعبة منتخب سيدات تونس لكرة اليد التي باتت أول محترفة في تاريخ فريق سيدات اليد بالأهلي. فما أشبه الليلة بالبارحة،
عندما قام الأهلي قبل بضع سنوات بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالدولي التونسي أمين رزيق الذي ساهم في التتويج ببطولة دوري كرة السلة. وفي كرة اليد استقطب الأهلي العديد من نجوم تونس مثل يوسف معرف والذي ساهم رفقة زملائه بالتتويج بالعديد من الألقاب، بالإضافة إلى اسكندر زايد والذي لم يتمكن من المشاركة لوقت طويل بقميص الفريق نظراً لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، ليحل محله مواطنه أسامة الجزيري بعدما انضم لكتيبة نسور الأهلي مطلع الموسم الجاري، لتصبح سندس حشانة آخر حبة في عنقود مواهب تونس الشقيقة الذين انضموا لصفوف القلعة الحمراء والتي تعد أحد أبرز المواهب في كرة اليد العربية بلا منازع. ورغم صغر سنها إلا أنها نجحت في فرض اسمها بين عظماء كرة اليد بعدما خاضت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما 67 مباراة دولية مع منتخب تونس. شاركت سندس رفقة نسور قرطاج في بطولة كأس العالم في مناسبتين، بالإضافة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب مساهمتها في فوز منتخب تونس بالميدالية الفضية للبطولة العربية، بالإضافة إلى تتويجها بالعديد من الألقاب رفقة فريقها السابق الإفريقي التونسي. ونظراً لتميزها وبراعتها في عالم كرة اليد انتدبها فريق كاستامونو التركي للمشاركة في بطولة كأس أوروبا في عام 2019. حصدت لاعبتنا على العديد من الجوائز الفردية محليا ودولية، فقد نالت جائزة أفضل صانعة ألعاب في إفريقيا وتونس عام 2014، وأفضل لاعبة في تونس عام 2015، وأفضل صانعة ألعاب في بطولة كأس العرب 2017، وأفضل لاعبة في تونس في العام 2018. لتبدأ سندس صفحة جديدة في مسيرتها الحافلة رفقة الفريق الأول لسيدات كرة اليد، مدافعة عن شعار الشياطين الحمر، متسلحة برصيد هائل من الإنجازات ودعم كامل من جماهير النادي الأهلي لكافة المنتسبين له بشكل عام وأبناء تونس الخضراء بشكل خاص. اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع طبعا ليك يا سندس، يعني ما شاء الله على سنك الصغير بس حققتي القاب وشاركتي في بطولات كتير. الحمد لله. قول لنا القصه ابتدت ازاي، يعني ايه اللي حصل وايه ابتدى مشوار انضمامك للنادي الاهلي؟ والله هي كانت المفاوضات بين اداره نادي الاهلي ووكيل اعمالي اللي هو زوجي، وبالطبع لا ثانيه واحده، انت جوزك هو وكيل اعمالك؟ يعني انتوا عيله رياضيه كلكم؟ عيله رياضيه الحمد لله. طب هو يعني زوجك معاكي هنا؟ معايا. طب يعني وكيل اعمالك وزوجك معاك؟ طيب بدا الاتصال معاك. تمام. ما لقيتش صعوبات للتعاقد مع فريق الاهلي لانه اني ما كنتش مرتبطه باي عقد في تونس حره. تمام. خلصت عقدي، التفاوضات كانت سهله جدا، اني جاوني كثير من العروض فرق اوروبيه، ونادي سابق كاستامونو حب انه يجدد العقد معايا بس انا فضلت نادي الاهلي ولانه فريق كبير اكيد، يعني هذا حلم اني ارتدي قميص الاهلي وان شاء الله ننور النادي باذن الله. طب قولي لي، يعني انت كان في مثلا يعني اتصالات انت معاكي انت او حد من النادي سواء مثلا كابتن يحيى يوسف المدير الفني حد كلمك؟ يعني طبعا الاتصالات الرسميه مع وكيل الاعمال بيبقى برضو بيبقى في اتصالات مباشره مع اللاعب، مين اللي كان معاكي على طول باتصال؟ اكيد الكابتن يحيى هو اللي امن بقدراتي وعطي الثقه في لعبي، وان شاء الله اني حنوره باذن الله. حنوره انا اشرفه. اشرفه ان شاء الله، اوعده اني كنا قد ثيقته ان شاء الله. طيب خلينا نقول برضو حتى للساده المشاهدين، انا عرفت كمان ان زوجك لاعب كره قدم. ايه القصه؟ نحن عائله رياضيه الحمد لله، زي ما قلت يعني بالظبط. نفس التفكير ونفس التخمام، وهذا باش يكون يسهل حياتنا بالطبع. طبعاً. خاصه اني رياضيه، ويعني في البلاد العربيه المراه في الرياضه صعب انها تنجح. صحيح. تستمر. صحيح. خاصه. صحيح. بعد الزواج. ولكن الحمد لله انا وزوجي متفاهمين وان شاء الله. طب هو بيلعب
لاعب كوره برضو يعني صانع العاب زي كده وسنتر هاف ولا سنتر هاف؟ شفتي بقى لازم بص يعني الحاجه دي بديهيه يعني انت يعني هتلاقي برضو الفكر متقارب والدنيا طب ازاي اتنين صناع العاب في البيت؟ طب بتبقى المشكله دي شويه ولا غصار؟ لا بالعكس نتفاهموا كتير يعني فاهم. لا بس لا ده صانع العاب هو في صانع العاب واحد لازم يكون فيه يا اما انت بقى بتخليه هو صانع العاب البيت. لا اكيد الراجل دائما صانع العاب البيت ده كده انت هتخلي المصريين يعني باصين لتونس باصه ثانيه خالص. بس خلينا اقول انه طبعا يعني حته وجود يعني زوج وزوجته رياضيين طب هو دلوقتي برضو اكيد هيبقى مرتبط بعقد، طيب هل مثلا بيفكر يجي يلعب في مصر ولا لا؟ اكيد هذا ما اني جيت لنا لمصر لانه يعني نظمت نظامي مع زوجي ايضا. هو راح يشوف فريق هنا وفي بعض الاتصالات وان شاء الله راح يخلص. طب يا رب ان شاء الله وتبتدي تبقى رايح لك كتير يعني باذن. اكيد يعني بالطبع ان شاء الله اتنقلتوا يعني كل يعني انت وزوجك جيتوا مصر وانتوا الاثنين تلعبوا في مصر فده يعني حاجه حصري لينا احنا كبرنامج الابطال يمكن ما حدش عارف الموضوع ده. طيب خلينا اجي لك، يمكن تلعبت كاس عالم صحيح؟ صحيح. ويمكن الانسات او السيدات نادر لما تلاقي حد يلعب كاس عالم او في رياضه جماعيه بالذات لان احنا مش بنتاهل بشكل كبير. تجربتك ايه مع كاس العالم والاعداد ليها والاشتراك فيها؟ حقيقة كأس العالم يعني نظام آخر في كرة اليد، هناك نيفو كبير يعني هوند آخر، كرة يد أخرى، تقى جميع اللاعبات المحترفات من كبار اللاعبات مع الفرق الكبيرة أكيد، يعني يكون هوند آخر طعمه أكثر. صحيح. صح مش زي يعني كرة اليد العربية ده مستوى ضعيف شوي، بس لما تروح في أوروبا راح تطعم بالكرة اليد تحس بيها فعلا. بس أكيد. طب حسيتي من خلال اللعب في أوروبا أن في فرق بينك وبين، تعرف احنا عندنا طبعا لاعبات محترفات في مصر مصريات برة يعني أكيد سمعتي عنهم طبعا أكيد. هل أنت حاسة أن احنا في فرق كبير بيننا وبينهم ولا هو سيستم بس لو تواجد السيستم ده السيدات او الانسات العرب زي ما بيقولوا هيبقوا ليهم وضع تاني؟ يعني بالنسبه لكره اليد ما شاء الله عندنا الامكانيات، بس الفرق الوحيد يمكن العقليه نتاع كره اليد. صحيح. او تغيير بعض المدربين لفكره كره اليد في في في, في العالم العربي. صحيح. بصفه عامه لانه ما نفترقش كثير يعني نفس نحن اناثهم اناث ونفس القوه يعني القوة. نقدر. لكن الفكره تختلف فقط طب وانت شاركتي كمان في كاس اوروبا مع الفريق التركي بتاعك برضو، كلمينا على التجربه دي. هي كانت تجربه رائعه جدا، فريق تركيا كسامون هو معروف من افضل الفرق. صحيح. التركيه ودائما يتحصل على الالقاب. لعبت معاهم كاس اوروبا كانت تجربه جميله جدا. تالي سنه 2018 انا متذكر سنه 2018 كان كنا ترشحنا للثمن النهائي بس ما تحالفناش الحظ يعني وصلتوا في بطوله اوروبا اكيد للثمن النهائي. والحمد لله. تالي التجارب دي كلها اكيد اديتك فرق خبره. اكيد الخبره انك تكتسبها من بطوله افريقيا بطوله العالم مع الفرق الاوروبيه تكتسب في اني في سن الصغريات لعبت. صحيح. مع المنتخب التونسي كبريات سنه 2014 وتوجت كاس افريقيا سنه 2014 كنت لسه متصعده وكنت لسه صغيره ولعبت معاها لسه صغيره. معلش اللهجه بقى لازم انت خلاص انت جيتي مصر بقى حاولي تظبطي بقى تظبطي الموجه على اللهجه المصريه ان شاء الله. طب انت قولي لي انت بداتي تاقلمي في مصر يعني برضو فرق اكيد طبعا في تقاليد في معيشه ثانيه تاقلمتي؟ لا هما نفس العادات والتقاليد في تونس واني يعني ابي كان يشتغل في مصر له 10 سنين فعلا يعني بس انت يعني انت ما جيتيش مصر خالص؟ لا ما جيتهاش خالص مع الاسف بس الان الحمد لله تسنت لي الفرصه اني جيتها وهي بلاد حلوه كثير يعني وعادات وتقاليد حلوه ما تفرقش على تونس يعني والحمد لله ان شاء الله ننوروها. طب والاكل والدنيا ماشيه ازاي؟ كيف كيف نفس البهارات الحمد يعني لله. يعني تحب الاكل بقى الاورينتال اللي هو بقى الاكل لاني اطبخ بنفسي في البيت مبدئيا. طب والاكل المصري ما طبعا انت ما نزلت ما كليتوش لسه ان شاء الله بس صديقاتي في الاهلي قالوا لي راح ندورك ونوكلك كثير اكل انا متشوقه. خلي بالك احنا عملنا مع اسامه الجزيري لقاء طبعا اللاعب التونسي وقال لنا انه بيحب الفول مش عارف بقى ايه الوضع معاكي. اني احب اللبلاب بالتونس والله هو اسمه كده بالتونسي بس لا هنا في مصر هو قال لي انا جاي ظابط نفسي على الفول فول وطعميه لا قال لي الفول هو قال لي كده ف
فيعني اكيد الاكل المصري برضو، احنا لما رحت تونس انا حبيت الاكل التونسي يعني شفته اكيد، يعني انت يعني بيبقى فرق الثقافات بس هو الاكل واحد تقريبا، الأكل يعني واحد ونفس يعني المذاق يعني بالظبط نفس الدنيا. طب خليني اقول يعني انت اتمرنتي مع الفرقه وشفتي زمايلك في الفرقه وشفتي كابتن يحيى يوسف، يعني شايفه الدنيا ازاي؟ شايفه الفرقه يعني هل قادرين على تحقيق البطوله؟ يمكن اول سنه يعني نبعد عن المركز الاول كالسنه اللي فاتت، شايفه الوضع ايه السنه دي؟ والله بالنسبه للنادي الاهلي نادي يلعب كوره كتير مليح وفتيات عندهم خبره وعندهم ليكاليتي الجوده في كره اليد. انا لسه ما اكتشفتش الفرق المنافسه بس شفت بعض الفيديوهات على نادي الشمس ونادي الجزيره على ما اظن. وبالنسبه للتدريبات ان شاء الله بنقدر ناخذ الكاس، بس لانه البنات السنه اللي فاتت حسب ما شفت انهم ناقصين شويه انضباط في الملعب فقط، لانه الكثير من الاخطاء وهما الاخطاء هما الاخطاء اللي يحسموا المباراه. هذه كره اليد عالميه، غلطه تضيع الماتش. طيب واستقبال اللاعبات كان شكله ايه؟ استقبال الجهاز الفني كتير حلو، انا مبسوطه كتير، البنات كتير حلوين ومحبوبين والحمد لله ما حسيتش بغربه لا في الملعب ولا في البلد، وان شاء الله نعدي سنه حلوه كتير مع بعض. اكيد يعني يمكن انا حاسس من كلامك ان انت طبعا سعيده بالانضمام لنادي الاهلي. سعيده كتير والنادي الاهلي فرحان بانضمامك، واكيد شفت الكلام ده على صفحات التواصل وقد ايه الناس فرحانه بيكي. طب حلمك ايه مع النادي الاهلي؟ حلمي اني اتوج بجميع الالقاب الممكنه واحس بالطعم الانتصارات نتاع نادي الاهلي اللي البنات حسوها قبل، ان شاء الله راح نحسها مع بعضنا ان شاء الله. طيب خليني اقول لك، انت عارفه انت عندنا اربع بطولات، يعني يمكن السنه دي هنشارك ان شاء الله في اربع بطولات، وانت اول محترفه خلي بالك كمان هذا شرف الي يعني في تاريخ النادي الاهلي في السيدات كره اليد، يمكن انت اول محترفه. شايفه الاربع بطولات شكلهم ايه؟ شايفه احنا يعني اخطر بطوله ايه او اقوى بطوله ايه من اللي هنشاركه؟ انت عارفه طبعا عندنا الدوري، عندنا السوبر، عندنا الكاس. شايفه اهم بطوله ايه؟ بطوله منطقه القاهره كمان اصعب بطوله منهم هتكون؟ اهم بطوله كاس السوبر اظن، وكاس مصر ان شاء الله. لان السوبر احنا 16 فرقه بيلعبوا رايح جاي، فهياخدوا اول اربع فرق. انت قصدك ان السوبر عشان الاربع الفرق الكبار هيبقى منافسه شديده، ويمكن دي اهم بطوله فعلا الحقيقه عند كابتن يحيى يوسف وعند الجمهور الاهلي حتى. طب قولي لي، انت تابعتي ماتش كره القدم امبارح بتاع الاهلي؟ اتفرجت. أيوة وجهي مبارك. احنا مش عايزين مبارك. بقى مش كل حاجه كره يد بقى، عايزين الكوره. طب شفتيها انت وجوزك؟ مبارك على الاهلي اكيد. وانا والكابتن نصر في النادي. اتفرجتوا في النادي؟ اتفرجنا في النادي. طب ايه انطباعك عن الماتش؟ شفت جو اجواء جماهير النادي الاهلي، اجواء كتير حلوه. انا ما نفهمش برشا في كره القدم بس شجعت علي معلول. علي معلول طبعا. طبعا علي معلول. وان شاء الله نكونوا في كره اليد كيف. طب يعني هيصتي مع الجون كده وبتاع؟ لا بس اتفجعت معناتها كده. شفت المنظر؟ لا بس بس منظر حلو والله. احساس تاني خالص لما تتفرج وسط جمهور النادي الاهلي. وخليني اقول لك برضو انه يعني يمكن انت انتباهك دلوقتي النادي الاهلي، فانت مش بتشجعي بس نادي بتحبيه، لا انت بتشجعي نادي بتنتمي ليه. اكيد بالطبع، ما غير ما نشعر وليت نشجع نادي الاهلي والحمد لله. لا ده انا يعني واضح ان في ميكس جامد بين كره القدم وكره اليد معاكي. خلينا نحط كمان الضوء اكتر، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا طبعا مع سندس اللعيبه المحترفه لكره اليد من النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع طبعا لضيفتي سندس حشانه. سندس قولي لي، يمكن انتوا لعبتوا اكيد مع منتخب مصر كره يد الفتره اللي فاتت، ولا كان الاشتراكات او المنافسات كانت قليله بينكم من بعض؟ اني اشتركت ضد الفريق المصري سنه 2015 على ما اظن في كاس افريقيا، بس وسطيات يعني في الكبريات لا ما تسندش الفرصه ان باش نلعبوا لهم. يمكن مشاركه السيدات في كره اليد في مصر قليله شويه مش زي الرجال. يعني انت ما كنتيش عارفه حد من الفرقه يمكن قبل ما لا نعرف وقتها قعدت على اتصال مع دعاء حلمي ويارا حسني. يارا يارا شحاته. نفس السن تقريبا ولا نفس السن. عشان كده انت فاكراهم كويس. طيب قولي لي، يعني استقبلوك ازاي لما بدات المفاوضات؟ حصل يعني قولي لي اتكلموا معاك ازاي؟ لا شجعوني كتير، خاصه لما سمعوا انه المفاوضات اتصلوا بيا وانا في تونس، شجعوني كتير باش نجي نلعب هناك. يعني كان في اتصال بينكم قبل ما تيجي حتى؟ اكيد اكيد. لعلمك
اللاعبين واللاعبات جوه الفرقه بيبقى ليهم دور كبير جدا في حسم الصفقات. اكيد شعرت براحه نفسيه لما اتصلوا بي وانا في تونس وقعدوا يوصفوا لي في المكان هنا في مصر، قالوا لي انه مكان حلو وراح تتعودي، وانا فرحت كتير حقيقه، وهذا اللي خلاني نزيد نتشجع اكثر باش نجي. طب قولي لي انت لما دخلتي نادي الاهلي اول يوم عشان توقع العقود، وكان برضو كامة الاهلي كانت موجوده، كامة الابطال كانت هناك، حسيت النادي من جوه شكله ايه؟ يعني هل هو انت اكيد سامع النادي الاهلي، حسيتي زي ما سمعتي عنه ولا الوضع كان مختلف؟ لا حسيت اكثر حقيقه، ما كنتش نعرف انه نادي الاهلي عنده نادي خاص به، فيه كثير الحاجات معناتها، ويحب الرياضه كثير في جميع الاصناف وفي جميع الرياضات، حاجه باهيه برشا. والحقيقه اعجبت برشا خاطر في تونس ما عندناش حاجات كيف هكا في تونس. طب قولي لي، يعني انت عارفه النادي الاهلي ليه فروع، يعني انت رحتي فرع الجزيره، في فرع زيه في مدينه نصر، في فرع زيه في الشيخ زايد، على النادي الاهلي ده المقر بتاعه طبعا، ولكن ثلاث فروع وفي فرع رابع بيفتح، يعني تتمني زياره الفروع دي ولا يعني انت مقتصره بس على تمرينك، لان طبعا تمرينك بيكون في فرع الجزيره؟ لا اكيد ان شاء الله لما تتسنى لي الفرصه بنحب نشوف نزور الفروع الاخرين، متشوقه معناتها اذا كان فرع الجزيره كيف هكا فما بالك بالاخرين كيف. طب قولي لي، يعني الميديا في تونس تابعوا ازاي الصفقه، يعني طبعا انتقالك ازاي؟ يمكن انا ليه بقول كده، لان طبعا كان انتقال لاعبه للنادي الاهلي ده كان يمكن حاجه جديده، مش يمكن انتقل قبل كده لاعبين، يعني امين رزيق وعلي معلول طبعا في الكوره، في لعيبه توانسه كتير معانا، الميديا يوسف معرف اسكندر زايد، يعني في لعيبه كتير جم، ولكن يمكن دي اول مره يجي يعني عنصر نسائي. طب الميديا والاعلام هناك في تونس غطى الموضوع ده ازاي؟ اكيد غطى. ديجا عندي بكره اتصلوا بي يعني قناه 100% هوند في تونس، ان شاء الله راح اعمل معهم لقاء صحفي عبر سكايب، وان شاء الله هو راح يتبث يوم الجمعه، وكثير من الصفحات والاذاعات، لانه نادي الاهلي نادي كبير يعني، اما تبعوه بالباهي الموضوع. طيب احنا عملنا تقرير كده مع كابتن يحيى يوسف، طبعا انت ما كنتيش موجوده، فهنشوف ما كنتش موجوده في التقرير، فهتشوفي كابتن يحيى يوسف قال عليك ايه ونرجع للقاء تاني. اعزائي المشاهدين، يمكن كان لينا كلمه الابطال لقاء مع كابتن يحيى يوسف المدير الفني، نشوف قال ايه على سندس ونرجع تاني. سندس دي لعبة تونسية بصراحة، لعبة جيدة جدا جدا جدا، من أحسن منسقات يعني سنترافات في أفريقيا، وعندها مميزات كتير جدا، إن هي بتعرف تمشي الفريق. هو اللي كان ناقص عندي، أنا جبتها علشان مواصفاتها، عايزها إن هي هتشتغل مع الفريق القصور اللي عندنا. يعني هي طبعا سنتراف كويس جدا، مصوبة خارجية، بتعمل خداع، بتعرف تلعب مع زميلاتها اللي جنبها، وهي منتخب تونس وبتأدي بمستوى كويس جدا، كان في الدوري التونسي مع الافريقي واخدين الدوري التونسي، وكانت كمان مع منتخب تونس في اخر بطولات وبطوله عالم كمان. مسكت الفريق ده في شهر 2 واتكلمت معاها، وكان عندها مشاكل عائليه وكده، وكان كمان دخل موضوع الكورونا ده، فهو وقف الصفقه شويه، بحيث ان احنا كنا المفروض ان احنا عايزين نشترك كمان في بطوله افريقيا اللي في شهر 11 اللي كان جاي ده، بس هي اتاجلت لشهر 4، ان احنا كنا داخلين النشاط الرياضي بنتكلم ان احنا كمان عايزين ندعم باثنين محترفات، هي كانت بينهم ان احنا كنا عايزين مثلا اثنين، واحده تفضل معانا تكمل الموسم وواحده تيجي معانا البطوله، فكان عندها مشاكل اسريه وكده، ان هي متزوجه حديثا يعني، زوجها كان رافض شويه وكده ان هي تيجي يعني عشان غربه يعني، بس بعد الحق كتير جدا مع جوزها بصراحه، وشخصيه محترمه جدا، وهي بنت محترمه جدا، من شهر ونص شهرين كده قعدت اتكلم معاهم متفاوض كتير وكده، لغايه ما استقرت. هو كان جاي لها عروض بصراحه في الدوري الفرنسي، وهي كانت محترفه في الدوري التركي قبل كده، بس طبعا بجد والله العرض الاهلي كان كويس جدا، وهي كانت بتتكلم على النادي بطولات وفريق كله بطولات، بقالهم سنين جدا كتير جدا بياخدوا بطولات،
حصل بس دروب السنه اللي فاتت، فهي حبت تيجي بصراحه ان هي كمان عايزه تيجي تعمل حاجه كويسه ومع النادي الاهلي وزميلاتها. طبعا هي اول حاجه هي انسانه كويسه جدا، وبصراحه ده تالت تمرين ليها النهارده، دخلت الفريق بسرعه جدا، وبنات حبينا ان هي يعرفوها، في ناس في المنتخب كانوا معاها بيلعبوا ضدها في المنتخب المصري وهي في المنتخب التونسي. اقول لها شد حيلك، المهمه مش سهله يعني، ان شاء الله تكون جديره بوجودك جوه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون اضافه كمان للنادي الاهلي، وكمان ان زمايلك يساعدوكي، وان شاء الله نحقق السنه دي ان شاء الله الدوري والكاس ان شاء الله. شندس، اظن جبنا لك راي كابتن يحيى يوسف يعني للتاريخ، يعني المدير الفني مقتنع بيكي جدا، وانت حتى قلتي طبعا قبل في بدايه الحلقه وبدايه لقائنا ان انت ان شاء الله ناوي حتى تشرفيه هو على ثقته الكبيره دي. اكيد. طيب احنا معانا عبر الهاتف من تونس وفاء فدو، طبعا معلقه ومقدمه برامج في الاذاعه التونسيه واحد المهتمين بالشان كره اليد في تونس. اهلا بك يا وفاء. اهلا بك كابتن هيثم، شكرا على الاستضافه واستضافه الابطال، اهلا بك. بصي يا وفاء، احنا كان لنا لقاء من سنتين انا افتكر او ثلاثه، كان برضو في كره اليد وكان في بطوله في تونس وانت كنت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، بس الموضوع النهارده مختلف. النهارده احنا مش بطوله، احنا طبعا عندنا صفقه قويه، انضمام طبعا سندس للنادي الاهلي. ازاي الميديا او المتابعين لكره اليد في النادي في تونس شافوا الصفقه دي؟ والله هو ساعة تحياتي لسندس، مبروك انتقالك لفريق الاهلي المصري، وفريق كبير، فريق القرن، فريق الاهلي المصري. لكن تعودنا بالنسبه لكره اليد خاصه للسيدات انه دائما الاحتراف يكون في القاره الاوروبيه اكثر منه مش يكون في دوله عربيه او فريق عربي. لكن اختيار بالنسبه لينا على الاقل السندس اللي نعرفها منذ سنه 2014 في اول مقابله كانت مع كبريات المنتخب الوطني التونسي في بطوله افريقيا اللي كانت دارت بالجزائر، كانت اول لقاء مع السندس وكانت اول فرصه لها انها باش تكون موجوده مع منتخب الكبريات واول تتويج افريقي مع منتخب الكبريات. صحيح انها باش تكون موجوده في فريق الاهلي المصري، حاجة ممتازة جدا، الأهلي فريق ألقاب، الأهلي ينجم يشارك في البطولات الإفريقية، البطولات العربية، يعني اختيار موفق على الأقل بالنسبة لسندس حسينة بعد خروجها من تونس. ونعرف هذه التجربة الاحترافية الثانية لسندس حسينة بعد التجربة التركية. طب وفاء، انت اكيد ان شاء الله تتابع كأس العالم القادم في مصر، شايفاه ازاي؟ شايفة مشاركة طبعا منتخب مصر ومنتخب طبعا تونس، وما خاصة ان مجموعة تونس صعبة، شايفة كأس العالم ازاي وفاء؟ والله كأس العالم الحظوظ بالنسبة للمنتخبات الإفريقية الموجودة أكثر دائما في الترتيب الأول، يعني إذا نقولوا تونس مصر الجزائر، ممكن تونس ومصر عندهم أكثر حظوظ إن شاء الله أنهم يكونوا موجودين في الدورة الثانية. المنتخب الوطني التونسي عنده حظوظ أنه يكون موجود في الدورة الثانية في مجموعة صحيح صعب على الورق، لكن دائما واقعية الميدان هي تكون الفيصل. إذا تكون حاضر المنتخب عنده خبرة كبيرة في المشاركات العالمية، صحيح منتخب بإطار فني جديد تونسي 100%، هو سامي السعيدي مع مجموعة ممكن باش تتغير على الأقل بنسبة 30-40% مقارنة بالمجموعة اللي نعرفوها وكانت شاركت في بطولات العالم السابقة وفي البطولات الإفريقية. لكن دائما المنتخب الوطني التونسي في البطولات الكبرى هذه يكون حاضر ويوري وجه ممتاز، وهذا ما نتمناه. والمنتخب المصري في الحقيقة تعدى مرحلة أخرى خاصة مع مدربه اللي كان فاز معاه في بطولة إفريقيا الأخيرة اللي صارت في تونس سنة 2020. المنتخب المصري حتى في بطولة العالم الأخيرة سنة 2019
كانت وجه ممتاز للمنتخب المصري. ان شاء الله تكون زوز منتخبات هذوما ونشوف يكون معاهم منتخب الجزائري بدرجه اقل ان شاء الله ينوروا كره القدم العربيه والافريقيه، كره اليد العربيه والافريقيه. طب وفاء يمكن ما ينفعش تبقي معايا ما اتكلمش على كره القدم، يمكن امبارح شفتي مباراه الاهلي والوداد ولا لا؟ البارح لا، لان كان عندي مباشر يعني ما كملتش. طب تابعتيها؟ يمكن تابعتيها بعد اكيد المباراه، يعني اكيد تابعتي الهايلايتس بتاعتها، يعني اكيد شفتيها ولا لا؟ شفت يعني بعض اللقطات من المباراه، لكن شفت العديد الحديث عن المباراه هذه من الصحفيين، كذلك من الناس اللي تابعت المباراه. من فريق الاهلي المصري قام بخطوه هامه جدا انه يكون حاضر في نهائي رابطه الابطال الافريقيه، انك تفوز امام الوداد في المغرب بالذات، يعني هذه مباراه هامه واكيد. طب توقعاتك وفاء لبطوله افريقيا ايه؟ والله اربع منتخبات الحقيقه تستحق انها تكون موجوده في النهائي، والاربع فرق تستحق ان واحده فيهم على الاقل تتوج باللقب الافريقي. الاهلي المصري بطل في مصر، الرجاء بطل في المغرب، الزمالك والوداد هما الوصيفين في البطولات المحليه نتاعهم، يعني ممكن ينجم يكون فاينل اهلي الزمالك، يكون الفاينل في استاد القاهره ممكن. ان شاء الله، وهنكلمك برضو ونقول توقعاتك دي، وان شاء الله تكوني معانا تاني قريب باذن الله. وفاء طبعا فدوا المعلقه ومقدمه بالاذاعه التونسيه، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر الهاتف من تونس. طبعا اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا حوارنا مع لاعبه النادي الاهلي سندس حشاد. اهلا بحضراتكم من جديد، بستأنف حواري مع سندس حشانة لاعبه منتخب تونس لكره اليد واللي انضمت للنادي الاهلي الفريق الاول لكره اليد سيدات. طبعا سندس، يمكن كنا بنتكلم في الفاصل على نشاتك، وكن ويعني يمكن تلعبتي في افريقيا سنه واحده بس، ليكي نشاه تانية مختلفه خالص، كلمينا عنها. اكيد، في الحقيقه انا ابنه الجمعيه الرياضيه النسائيه بطبلبه، وهذا شرف ليا خاطر هي اللي طلعتني وعن طريقها هي عرفت كره اليد وعرفت والفرق عرفتني، واني اتخذت من الفريق القومي من فريقي. اصلا هي طلعت عديد من اللاعبات حتى في الصغريات والوسطيات، عندنا لاعبات يعني في الفريق القومي، والحمد لله انا افتخر واشكر جميع المدربين اللي ساهموا في نشأتي وفي تكويني باش نلعب كره اليد، والحمد لله الانتماء للبلد جميل كما طبلبه. اكيد طبعا اكيد. وخليني اقول لك، يعني انت يعني اول مره تيجي مصر، طب مصر لما شفتيها زي ما بتشوفيها هناك في تونس ولا الوضع مختلف؟ لا حقيقه في كثافه كتير كثافه لا ده احنا بنعاني من كثافه، ما تقلقيش، هو الكثافه دي ما عندناش اكتر منها. وناس يمكن ما بتنامش ولا لا مصر لا ما تنام، اقصى عليك، لا ده احنا بصي اي وقت هتنزلي تلاقي ناس في الشارع، بس دي يمكن تونس مش كده، تونس بيناموا بدري. تونس اكيد، واصلا احنا عندنا قليل السكان، يعني 12 مليون، يمكن القاهره وحدها 20 مليون. لا 20 ايه ده، 20 ده دلوقتي ممكن داخلين في 30 ولا حاجه، فيمكن الكثافه انت شايفها كتير. كتير كتير. طيب احنا عملنا تقرير كده يا سندس عن اللاعبات، اول طبعا ما جيتي عملنا معاهم تقرير، شفنا راي اللاعبات عنك ايه، نشوف التقرير ده ونرجع لك تاني. اعزائي المشاهدين صورنا طبعا كابتن الابطال تقرير مع اللاعبات، لاعبات طبعا اللي مع الفريق في الفريق مع سندس، نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. سندس ان هي هتبقى اضافه لينا، ونتمنى ان هي تتبسط معانا ونفيدها وهي تفيدنا، وان احنا مع بعض نوصل لهدفنا اللي هو الدوري، وان شاء الله اي بطوله نشارك فيها. اتمنى ان هي تبقى اضافه قويه لينا، واتمنى انها تعمل موسم كويس معانا وناخد الدوري مع بعض ان شاء الله. ان احنا بجد بنرحب بيها واهلا بيها في مصر وفي النادي الاهلي، وان شاء الله تكون اضافه لينا واحنا نكون اضافه ليها وناخد بيها كل البطولات ان شاء الله. احنا سندس كانت اول حد يجي لنا حد محترف من بره يلعب معانا في الفرقه، طبعا تجربه جديده بالنسبه لها وبالنسبه لنا، ونتمنى ان هي ان شاء الله تبقى تجربه ايجابيه وتساعدنا ان احنا نرجع تاني القابنا المعتاده ونستفيد منها وهي تستفيد مننا
لنا وتبقى تجربة كويسة ليها زي ما تبقى كويسة لينا. سندس يعني نورت مصر ونورت النادي الأهلي وإضافة قوية جدا لينا، وأنا أعرفها على المستوى الشخصي من قبل ما هي تيجي يعني من أيام منتخبات الناشئات، فهي طبعا هتبقى إضافة قوية لينا، وإن شاء الله إحنا كلنا مع بعض نقدم حاجة، نقدم سيزون كويس جدا وناخد الأربع بطولات كلها إن شاء الله. بقول سندس أهلا بيكي في بيتك التاني، وإن شاء الله تبقى مبسوطة معانا السنة دي ونحقق كل البطولات. سندس يمكن الروح كنا بنتكلم عليها قبل في الانترو بتاع البرنامج، وكمان اتكلمنا عليها اثناء الحلقه، يمكن الروح هي نص المكسب. اكيد هي نص المكسب وتخليك تدخل يعني في الفريق بسرعه، والحمد لله. يعني انت شفتي طبعا كلام اللاعبات عنك مرحبين بيكي، انا بحبهم كتير حقيقه. اكيد انت حسيتي ده من غير يعني، اكيد انت حسيتيه من اول يوم، مش محتاجين يقولوا احنا بس التقييد مجرد ان هو يعني كواليس، انما بتهيألي انت حسيتيه من اول يوم. اكيد حسيت وفرحوا بيا كتير الحقيقه. طب انت لما وصلتي المطار مين استناكي، مين اخذك لغايه النادي، كلميني عن الكواليس. كانت ساعدتني كتير ام اللعب فريده بشكرها كتير، يعني قالت لي انا ظبطت لك امورك في المطار وانت راح تظبط لي امور بنتي يعني في الملعب. انت البوينت جارد وانت سايق الالعاب طبعا، يعني انا في الحياه ما تقلقيش، بس يعني خلي بالك من بنتي. طيب هي اللي استنتك في المطار؟ هي اللي استنتني، لا عدتنا في الديوانه يعني وبس في مسؤولين استناوني وبشكرهم كتير، عذبتهم معايا كتير يعني. اكيد ده دورهم. طب انت جيت على النادي على طول ولا رحتي الاول على السكن وبعد كده؟ لا رحت على القاعه بالاول، شفت زملائي وسلمت عليهم وبعدين رحت على الشقه. طب قولي لي يعني برضو مع كورونا واللي حصل، وطبعا الملاعب اتقفلت والتوقف النشاط الرياضي في تونس ومصر، كنت بتتمرني ازاي عشان تحافظي على مستواك؟ لان هو كابتن يحيى قال في التقرير ان انت كنت المفاوضات قبل كورونا. طب عملت ايه، ظبطت الدنيا دي ازاي بحيث لما تيجي النادي الاهلي تكوني بفورمتك البدنيه والفنيه المعهوده عليك يعني؟ حقيقه اني يعني كما قلت لك زوجي رياضي واني رياضيه، عاملين يعني غرفه خاصه في المنزل فيها الادوات للتمرين، وهو كان واقف معي زوجي حقيقه ياخذني نجري على شط البحر على الرمله ونترين الجيم وحدي يعني انا وزوجي. والحمد لله يعني ما خدتش فتره راحه كبيرة، قد دايما متهيئة. طب هو يعني جوزك كان بيلعب في تونس او يعني كان ماضي عقد السنة دي، ولا كان يعني برضو توقف الدوري كان بالنسبة له برضو يعني مع فرقته، ولا ما كانش ماضي عقد وقتها؟ لا هي الكورونا وقفت يعني اصلا كرة القدم ما كملوش النشاط نتاعهم ووقفت، لهيك حتى هو ولا حر يعني. وهو دلوقتي اصلا مش ماضي عقد او حاجة وحر، عشان كده اصلا البطولة ما زالت ما رجعتش في تونس. طب هو يعني يتمنى يلعب فين هنا، او ايه افكاره يعني، او ايه اللي معروض عليه برضو؟ قول لنا الكواليس. يعني ما نفهمش برشا في كرة القدم بس ان شاء الله خليها مفاجأة. يعني مش عارفين ناخد منك حاجة كده؟ لا. طيب لا ان شاء الله اكيد تبقى حاجة كويسة، وعايز اقول لك ان دايما التوانسة بأمانة مرحب بيهم في مصر جدا. صحيح، حتى الشعب يعني المصري يعرفونا توانسة يفرحوا بينا حقيقة. جدا جدا. طب قولي لي انت طبعا اكيد متابعة الممثلين والمغنيين طبعا اكيد. طيب مين اكتر ممثل مصري، اكتر ممثله مصريه، اكتر مغني، مين اللي بتابعيهم دايما؟ يعني حقيقه دايما بتفرج على القدماء يعني كما اسماعيل ياسين وعادل امام، هما بتاع الفن الاصلي فهمت. بس في الحاجات الجدد الحقيقه لا ما بتفرجش. طب برضه يعني اكيد بتفرج على حد في الجديد ولا لا؟ يمكن بالرؤيه نعرفهم من الاسامي. لا انت متابعه الحاجات القديمه. طب ده مستوى الممثلين المغنيين مين؟ يعني انا اعرف ان في تونس يحبوا ام كلثوم جدا. ام كلثوم هي رقم واحد. بحب ام كلثوم. كل الشعب التونسي بيغني ام كلثوم اكيد. يعني وابي يحب ام كلثوم كتير جدا جدا. طب مين تاني طب غير ام كلثوم؟ عبد الحليم برضه بتحبه. عبد الحليم بتحبه جدا. طب ومين تاني من القدام يعني؟ هل تحبوا نجاة؟ تحبوا عبد الوهاب؟ بيحبوه جدا. نجاة الصغيرة. نجاة نجاة. فيروز كمان، بس هي مش مصرية. مش مصرية لبنانية، بس بتغني اغاني مصرية كمان. بس خليني اقول لك انه يعني حتى لما رحنا تونس لما كنا بنسافر الشعب نفسه بيتكلم اللهجة المصرية، يعني في كتير بيتكلموا اللهجة المصرية. يعني هل ده صحيح ولا انا يمكن كانت بالنسبة لنا؟ صح يحبوا كتير اللهجة المصرية، بس انتم ما بتفهمونيش احنا التوانسة. احنا نفهموكم انتم لا. صحيح. طيب قولي لي في منافسة بقى الهاند بول سيدات في تونس، انت كنت في الافريقي تمام، وكان اكيد لكم منافس يعني، انتوا فريق الافريقي اعرف ان انتوا فريق جامد في كرة اليد سيدات. طب مين المنافسة، كانت الخريطة شكلها ايه هناك في تونس؟ في السنة الفارطة كان المنافس نتاع النادي الافريقي هو
صفاقسي، نادي صفاقسي، كانت منافسة قوية، ويعني صارت للنادي الإفريقي نفس ما صار للأهلي، دائما بيحرز البطولات بس في السنة الفارطة ما حرزش البطولة وكانت في إشكالية، وأنا رجعت من الدور التركي ولعبت مع النادي الإفريقي والحمد لله توجنا ببطولة تونسية وعاد النادي الإفريقي. يعني آخر موسم لعبت مع الإفريقي أنتوا توجتوا بالبطولة؟ يعني آخر موسم لعبت مع جمعية نسائية بتبلبة، بس الموسم اللي قبله لعبت مع النادي الإفريقي. طيب وأنت شايفة يعني بعد أنت ما سبت الإفريقي الدنيا ازاي، الخريطه ماشيه ازاي، هل نفس صفاقسي مع الافريقي؟ يعني هم فرقتين بس يعني يمكن الرجال اكتر، الرجال فيه الرجال فيه اكتر، شايف الخريطه زي ما هي ولا الافريقي استعوض حد غيرك؟ يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ لا طوى حاليا اغلب اللاعبات احترفوا يعني في الدوري الفرنسي وفي الدوري الروماني، يعني البطوله في تونس انخفضت شويه بريسك طوى الفرق الكل في نفس المستوى. طب كم لعيبه عندكم محترفين؟ قلت لي في لاعبات كتير احترفوا في اوروبا، كم لعيبه؟ مش عارف كتير في يمكن 10 في فرنسا، وعندنا اسماء الغاوي يمكن تعرفها، الله. هي تلعب في الشامبيونز ليج يعني هي فريق روماني، وعندنا في رومانيا عندنا كتير لاعبات. يمكن اكتر مصر يمكن اللي يميزكم كمان اكتر كمان ان انتم بتشاركوا في المحافل الدوليه فبتتشافوا، يعني دي صحيح. بتبقى ميزه كويسه. طب للرجال، الرجال السنه دي برضو مين اقوى، مين الدنيا ماشيه ازاي، هل مين اللي احرز اللقب، هل هو نفس الوضع هيكون السنه الجديده ولا شايفه ازاي؟ هو طوى الرجال تقواوا يعني كانت فما ترجي طوى وسقيت الزيت، يعني واحد اخذ البطوله واحد اخذ كاس تونس، وفي النجم الساحلي ايضا والنادي الافريقي، بس في مشكله في النادي الافريقي بس راح يصير كل شيء تمام ان شاء الله. طبعا على المستوى المنتخب سيدات يمكن انغولا وتونس هم اقوى فرقتين دايما بتتبادلوا مع بعض البطوله، شايفه البطوله اللي جايه شكلها ايه؟ هل مع العدد الكبير من المحترفات دي انتوا فرصكم اكبر من انغولا ولا لا؟ هو طوى كره اليد النسائيه تطورت في افريقيا، يعني ما عادش فما كان تونس وانغولا، طوى ولات السنغال، فما الكونغو، وفما الكوت ديفوار زادا قاعدين طلعوا. ويمكن انت كما شفتش البطوله الافريقيه اللي فاتت يعني السنغال جت في المرتبه الثانيه، فعلا السنغال جت في المركز الثاني، فكده ما بقاش الموضوع بس مصر تونس وانغولا، اكيد ما عادش طولت الكاس افريقيا صعبه جدا. هو الكاس افريقيا المره الجايه او القادم هيبقى فين النسخه القادمه؟ مازلت ما نعرفش، في جوان ان شاء الله 2021. بس ما تحددش مكانه لسه؟ يمكن يمكن ما تحددش. طب انت يعني هل ليك اشتراك قريب مع منتخب تونس؟ هل هيتم استدعائك؟ اكيد انت بتتصلي مع المسؤولين في المنتخب. الله. لسه احنا ما حضرناش للاستعدادات، بس في اول التربصات ان شاء الله راح اكون حاضره معاهم. وهتروحي معاهم يعني، وبيبقى ليكي اكيد بيبقى ليكي يعني فتره أكيد او بموافقه اداره النادي الاهلي اكيد. طيب وهو يعني المفروض اول اشتراك ليكم كمنتخب تونس امتى؟ يعني برضو يعني جوان 2021. انما انتوا ما فيش حاجه قبل كده، هيبقى معسكرات بس. معسكرات لا معسكرات، ويمكن عندنا دور وديه يمكن في اوروبا يمكن. طب قولي لي يعني يمكن انت برضو يعني النادي الاهلي برضو استعان بالجزيري في الرجال تونس برضو يمكن يعني قصدي اقول انه استعانه بلاعبي التوانسه سواء سيدات او رجال، اكيد ده عمل زي ما يقولوا يعني رواج للفرق المصريه عشان التوانسه يعني او يشتركوا معاها او يكونوا معاها. انت شايف الموضوع ده صحيح ولا احنا بس النادي الاهلي بيستقدم؟ هل في انديه تانية ممكن تكون بتكلم لعيبه ولا لا؟ لا صحيح، في انا سمعت حاليا انه الزمالك تحب تجيب لاعبات من تونس بنات. يعني بيفاوضوا نادي الزمالك بيفاوض لاعبات، فما تفاوضات لاعبات. يعني ده خبر احنا نعرفه حصر يا هون، في نادي الزمالك بيفاوض لاعبات في تونس عشان يستقدمهم للفريق الاول عندهم في كوتيلات. طب بالنسبه للرجال هل في تفاوض وحاجه؟ انتوا اكيد بتعرفوا يعني. ما عنديش حتى فكره يمكن ما نعرفش في الرجال. ما تبقاش. طيب قولي لي يعني يمكن انت علي معلول ارجع له تاني، يمكن هو طبعا يعني زي ما بيقولوا عمده التوانسه هنا طبعا، لان اكيد يعني كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. انت كنت عارفاه قبل ما تيجي ولا لما جيتي قالوا لك عنه؟ لا احنا كنا نعرفه يعني في البطوله التونسيه، كان يلعب مع نادي صفاقسي وكنا نتفرج فيه ومع الفريق القومي، بس يعني ما صارتش الفرصه ان نتقابل وجه لوجه، بس
ان شاء الله راح نتقابل في مصر. اكيد طبعا اكيد انت يعني انت شفتي الماتش امبارح وكان الحمد لله من اللعيبه اللي كان ليها دور كبير ان شاء الله. شونس نورتيني وشرفتيني شكراً يعني. شكرا بارك الله فيك، انتم نورتونا وشكرا على الاستضافه الحلوه، وحقيقه انني فرحانه جدا وفرحانه بالجماهير واللاعبات، وان شاء الله ننور الاهلي باذن الله. ان شاء الله. يعني شونس حشانه لاعبه الفريق الاول لكره اليد سيدات، بشكرك على يعني شرفتينا في البرنامج ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا بارك الله فيك. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع سندس حشان، خليكم معانا ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله الاربعاء القادم، اكيد قصه جديده وبطل جديد مع برنامج الابطال.